بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلم عن طريقة لف العضو الثابت ستيتور في المولد الكهربائي. مثل ما ذكرنا سابقا هناك العديد من طرق اللف، ولفهم عملية اللف بشكل جيد لابد أن نعرف الوظيفة المراد لهذا ستيتور أنه يقوم بها. هذا ستيتور مفروض أن يكون مصدر تغذية كهربائية، على أطرافه يتولى التيار الكهربائي. هذه الطاقة الكهربائية من أين جاءت؟ جاءت انه في عنا مغناطيس كهربائي اللي هو الروتر، قمنا بتدويره بمحرك اولي برايم موفر، وهذا المجال المغناطيسي الدوار سوف ينتج عنه فيض مغناطيسي ينتقل عن طريق الفجوة الهوائية الى القلب الحديدي الخاص بالستيتور العضو الثابت، ومن ثم عن طريق الحث يتولد تيار كهربائي في الأسلاك الكهربائية الموجودة بداخل ستيتور. كان لابد من ذلك، كان لابد من إدارة أو تدوير هذا المجال المغناطيسي حتى يكون في عندنا تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن. إذن احنا قمنا بتوليد طاقة كهربائية عن طريق طاقة ميكانيكية. لفهم موضوع ستيتور، هذه الإسطوانة الحديدية المجوفة اللي بداخلها أسلاك، لماذا تم تصنيعها وتصميمها بهذه الطريقة، لابد أن نفهم كيف تم تحويل هذه الطاقة من طاقة ميكانيكية ابتداء إلى أن نتجت عنا الطاقة الكهربائية. وفهم الطريقة اللي بتم فيها تحويل الطاقة من طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية على ستيتور مهم جدا لفهم عمليات اللف المختلفة للعضو الثابت ستيتور. يعني العالم الرائع تسلا قال: إذا أردت أن تعرف أسرار الكون ففكر من حيث الطاقة والتردد والاهتزازات. إذا أردت أن تعرف أسرار الكون فما بالك في فقط المولد الكهربائي. فهم طريقة تحويل الطاقة سيعطينا الكثير من المعلومات اللي بتفيدنا سواء في تصنيع القلب الحديدي للستيتور أو طريقة لف الأسلاك الكهربائية واختيارها واختيار عزلها. وهذه الطاقة الكهربائية الناتجة على أطراف ستيتور العضو الثابت هناك ما يحد من قيمتها. أولا الفجوة الهوائية الموجودة ما بين الروتور وستيتور. هذه الفجوة الهوائية مثل ما قلنا سابقا إلها مقاومة مغناطيسية عالية، الريلكتنس إلها عالية جدا، وبالتالي لابد أن تكون أقل ما يمكن. نفرض في البداية أن هذه الفجوة الهوائية كان طولها فقط مليمتر واحد، ولو قمنا بزيادة هذا المليمتر الواحد نص مليمتر، إذا زدنا نص مليمتر معناته راح نزيد نص مليمتر من طرفين، لأنه هذه اسطوانة دائرية، راح يكون في عندنا زيادة تقريبا واحد مليمتر في الطول الكلي للفجوة الهوائية. ممكن هذا ينزل قيمة الفيض المغناطيسي اللي بيخترق الفجوة الهوائية حتى يصل للستيتر إلى النص، معناته إنه الفيض المغناطيسي اللي راح يصل للستيتور راح يقل، بالتالي يا اما انا بحتاج ان ازيد الفيض المغناطيسي الناتج من الروتور او اكبر المساحه المقطعيه للستيتور، وبالتالي طول هذه الفجوه الهوائيه يشكل مفصل خطير في تصميم المولد الكهربائي. هذه واحده. اثنين، في فيض مغناطيسي بيدخل قاعد لهذا القلب الحديدي، لهذه الاسطوانه الحديديه المفرغه الخاصه بالجزء الثابت بالستيتور. هذه الاسطوانة الحديدية، هذا القلب الحديدي له محدوديته زي خزان مي، بتظل تعبي فيه إلى أن يصل إلى الحد اللي لا يستطيع أن يستوعب مياه أكثر، وبالتالي المياه راح تتشتت وتتبعثر. نفس الشيء بالنسبة للقلب الحديدي، راح يظل يدخل في فيض مغناطيسي إلى حد الإشباع يسموه الساتوريشن. إذا زدنا بعد الإشباع الفيض المغناطيسي الداخل إلى هذا القلب الحديدي راح يكون ضياع ملوش أي فائدة، لأنه هذا القلب الحديدي مع تصميمه الخاص فيه من رقائق لامينيشن سمكها صغير جدا معزولة لتخفيف الفواقد والتيارات الإعصارية، والشكل الهندسي كل هذه الأمور لا يمكن أنها تجعل السعة لهذا ستيتور غير نهائية. فهناك في محدودية
في الطاقة اللي ممكن يستوعبها هذا القلب الحديدي لإنتاج الطاقة الكهربائية. الآن هذه الطاقة المغناطيسية اللي موجودة داخل هذا القلب الحديدي الستيتور بدي أستغلها في توليد تيار كهربائي في الأسلاك الموجودة في داخل القلب الحديدي الستيتور. يفترض أن يتم تصميم ذلك توزيع هذه الأسلاك داخل القلب الحديدي للحد اللي بقلل فيه الضياعات إلى أكبر حد ممكن. بالنسبة للقلب الحديدي، هذا القلب الحديدي بتفرقش معه، هو جهاز لتحويل الطاقة. احنا الطاقة بالكهرباء المستخدم بدل منها القدرة الباور اللي هي معدل تغير الطاقة بالنسبة للزمن. وبالتالي هذا القلب الحديدي فرضا بدي امرر فيه 1000 فولت امبير. تفرقش معه لو كان التيار 1 امبير والفولتية 1000 فولت، او العكس التيار 1000 امبير والفولتية 1 فولت. هو جهاز وعاء لتحويل الطاقة الكهربائية. الآن هذه الملفات الموجودة داخل الستيتور في إلها فولتية جهد كهربائي نتج عن قوة الدفع الكهربائية، وفي تيار له سعة معينة بمر فيها. الآن بالنسبة للأسلاك الكهربائية اللي راح نختارها للف، تفرق معها الفولتية والجهد، مش مثل القلب الحديدي. بالنسبة للأسلاك الكهربائية اللي راح نقوم بلفها على هذا العضو الثابت الستيتور، احنا بنحصل على جهد كهربائي فولتية معينة وتيار. اولا بالنسبة للجهد الكهربائي، المعادلة المشهورة اللي تكلمنا عنها سابقا اللي هي القوة الدافعة الكهربائية بتساوي 4.44 مضروبة في عدد اللفات مضروبة في التردد في شدة او كثافة المجال المغناطيسي مضروبة في مساحة مقطع القلب الحديدي. شدة المجال المغناطيسي تقريبا اللي بتوصل القلب الحديدي لحد الإشباع تقريبا 1 تسلا. لو عوضنا في التردد بخمسين هيرتز ولفة واحدة فقط، تقريبا راح نحصل على 200 فولت لكل لفة تقطع مساحة مقدارها متر مربع واحد. وبهذه الطريقة بإمكاننا تقريبا نستنتج كم عدد اللفات المطلوبة للحصول على هذه الفولتية. وبالنسبة للتيار، التيار عادة يحسب على أساس الكثافة اللي ممكن نستخدمها لكثافة التيار داخل الأسلاك الكهربائية. عادة الأرقام المستخدمة من 3 إلى 5 أمبير لكل مليمتر مربع، وعلى ضوءه مع أخذ باعتبار العزل والأمور الأخرى والحرارة يمكن نختار مقطع السلك وطريقة العزل. لكن كيف سيتم ترتيب هذه الأسلاك ولفها داخل هذا القلب الحديدي؟ ولماذا تم تصميم القلب الحديدي بهذا الشكل؟ عبارة عن مجاري سلوتس أو شقوق وبينها تيث أسنان تم وضع اللفات في داخلها. نحن نريد الحصول على مصدر تغذية ثلاثي الأوجه ثلاثي فاز في 3 موجات متساوي في المقدار وفي التردد، لكن كل واحدة مزاحة عن الأخرى بمقدار 120 درجة مواصفات 3 فيز. وبالتالي احنا بحاجة الى 3 ملفات سيتم وضعها داخل هذا التجويف للقلب الحديدي اللي هو ستيتور، وسيكون هناك 120 درجة ما بين كل ملف والآخر. هذه الملفات الثلاث لها 6 أطراف، كل ملف له طرفين بداية ونهاية مسمى سالب وموجب. الفرق هو في اتجاه اللف، وهذا مهم جدا لتحديد قطبية هذه الملفات. فإذا على سبيل المثال أخذنا نهايات هذه الملفات وصلناها مع بعضها البعض لتكون نقطة ستار أو الواي، وأخرجنا 3 أطراف الأخرى، أصبح عندنا هذا الموديل الكهربائي تم توصيل ملفاته على طريقة النجمة أو ستار أو الواي. والعكس إذا قمنا بتوصيل البداية في النهاية، بداية في النهاية وهكذا حتى نرجع، صار في عنا شكل الدلتا. أصبحت هذه الملفات موجودة على شكل دلتا، لكن عادة المولدات الكهربائية بتم توصيل على شكل النجمة ستار للتخفيف من التوافقيات وأمور أخرى. هذه الملفات سيتم وضعها داخل المجال الموجودة في ستيتور، والطريقة اللي راح يتم وضعها ولفها يجب أن تأخذ بالاعتبار أنه إحنا بنحصل على موجة
أقرب ما تكون إلى الشكل الجيبي، إنه الثلاث موجات يكونوا متساويات، إنه التردد يكون متساوي، والتبييض الحراري والعزل، وهذه الأمور كلها لابد أخذها بعين الاعتبار. هذه الملفات الثلاث ممكن نيجي نحطها داخل الستيتور، بحيث إنه نجيب أول ملف مثلا نقطة بداية، ندخل من مجرى رقم واحد مثلا، ونخرج من المجرى المقابل له بزاوية 180 درجة، وهكذا نكمل حتى يكتمل الملف الأول، من ثم نبعد 120 درجة الملف الثاني، ومن ثم 120 درجة والملف الثالث، وبالتالي بنرجع إنه إحنا وزعنا ملفات بشكل متماثل تقريبا داخل هذا القبل الحديدي الستيتر. لكن هل هذا اللي بيتم عمليا؟ صحيح لا، صحيح إنه هاي الملفات بيتم توزيعها داخل المجاري بحيث انها تقريبا تغطي كل المحيط الخارجي للستيتر، وذلك لاهداف كثيره. لكن لفهم هذه الاهداف لابد انه نعرف ما هي المفردات والمصطلحات والتعريف الخاصه بعمليه اللف. من هذه الامور الزاويه الميكانيكيه والزاويه الكهربائيه. سابقا قلنا اذا كان في عندنا الروتور عباره عن قطبين فقط شمالي وجنوبي، لما يدور دورة كاملة 360 درجة، يدور دورة كاملة ميكانيكية، بيتم رسم دورة كاملة في المجال الكهربائي، وبالتالي 360 درجة الميكانيكية في هذه الحالة قابلها 360 درجة كهربائية متساويات إذا كان عدد الأقطاب فقط اثنين. لكن إذا زاد عدد الأقطاب إلى أربعة مثلا، لما يدور الروتور نص دورة 180 درجة، راح يتم رسم موجة أو دورة كهربائية كاملة 360 درجة، 180 درجة قابلها 360 درجة. ولما يكمل الروتر دورة ميكانيكية كاملة يعني 360 درجة، كل مجال الكهربائي رسم دورتين، وبالتالي الزاوية الكهربائية بتساوي الزاوية الميكانيكية مضروبة في عدد أزواج الأقطاب المغناطيسية. ثانيا لتشكيل الملف بنبلش بندخل السلك في احد المجاري، بيمتد على امتداد المجرى سلوت حتى يخرج من الطرف الاخر ويرجع في مجرى اخر ممكن يكون مقابل له، وبهذه الحاله بصير في عندنا لفه واحده، ممكن نكمل نرجع مره ثانيه بلفه ثانيه وثالثه وهكذا، فبتشكل عندنا ملف. الملف هذا ممكن يكون لفه واحده، ممكن يكون عده لفات. هذا الملف في له جانبين طرفين، الأطراف اللي بتقابل هذا المجال المغناطيسي، هذا الفيض المغناطيسي. كل جانب بنسميه كوندكتور موصل. المسافة بين الجانبين هاي هي ما يسمى بباع الملف أو مدى الملف، الكول بيتش. هذا المدى، هذا الباع للملف إذا كان مساوي لبعدي القطبين اللي يسموها الخطوة القطبية من قطب إلى قطب، يقابل هذه المفردة اللي الكويل بيتش أو باع الملف اللي هو ما يسمى بالبول بيتش، اللي هي الخطوة القطبية بين قطب وقطب، وهذه عادة بتكون 180 درجة كهربائية. فإذا كان الملف بأخذ المدى الكامل للخطوة القطبية 180 درجة بنسميه فول بيتش، ملف بخطوة كاملة. وإذا كان مدى الملف أقل من الخطوة القطبية بنسميه ملف كسري أو فراكشنال بيتش، أو أحيانا بسموه المدى القصير شورت بيتش. القلب الحديدي الستيتور بتكون من سلوتس مجاري، بين كل مجرى ومجرى فيما يسمى بالتوث السن، المجاري معدة لاحتواء الاسلاك الكهربائيه للملفات. واذا قلنا احنا بدنا 3 فيز في ثلاث ملفات بست اطراف، يكفينا ست مجاري، لكن عمليا عدد مجاري الستيتور بيكون اكثر من هيك، بيكون 12 او 18 او 36. والسبب في ذلك انه كل ما زاد توزيع هذه الملفات على المحيط الخارجي للستيتور، كل ما كانت الموجه اقرب ما تكون الى الموجه الجيبيه. طبعا هذا على حساب القوة الدافعة المغناطيسية اللي بتقل، لكنه مهم جدا في انه نحصل على
موجة قريبة جدا من الموجة الجيبية. والصحيح انه فيش اي قاعدة عامة بتحدد عدد المجاري الموجودة على القارب الحديدي. يعني احيانا يكون تصميم ستيتر واقرب ما يكون الى الفن منه الى العلم. في اكثر من عامل، يعني حقيقة لما نيجي نصمم ستيتر القلب الحديدي للجزء الثابت ممكن في اكثر من 30 عامل بناخذهم من الاعتبار في تصميم هذا القلب الحديدي. من ناحية طول القلب الحديدي، القطر، عرض المجاري، الاسنان، التبديد الحراري، القرب من الموجة الجيبية، الفواقد في القلب الحديدي الى اخره. يعني على سبيل المثال زيادة عدد المجاري سيؤدي انها تكون الموجة اقرب ما تكون الى الموجة الجيبية، لكن هذا له حد. ممكن الاسنان اللي قلنا جاي ما بين مجرى ومجرى بتصير ضعيفة جدا ميكانيكيا، وبالتالي هذا بده يأخذ بعين الاعتبار. التبديد الحراري بده يأخذ بعين الاعتبار. العزل الفولتية الموجودة وقديش يكون مقدار العزل، هذا كله بده يأخذ بعين الاعتبار. والخطوة القصيرة غالبا اللي هي الشورت بيتش بتم اختيارها للاقتراب من شكل الموجة الجيبية والتخلص من التوافقيات. وإذا قمنا بتوزيع هذه الملفات الثلاث على المحيط الخارجي للقلب الحديدي للستيتر أصبحت هذه الملفات كل ملف منها موزع بطريقة معينة على المحيط الخارجي، بدلا من أنه يكون في ملف واحد أصبح هناك ما يسمى بمعامل التوزيع distribution factor. أيضا اختيار الخطوة القصيرة short pitch بدلا من الخطوة الكاملة full pitch يؤدي أن يكون في عندنا هناك معامل آخر يسمى معامل الخطوة. معاملين، معامل خطوة ومعامل توزيع، إذا ضربناهم بعض أصبح في عندنا معامل اللف، وهذا مهم جدا في حسابات اللف للمولد الكهربائي. والآن لتطبيق هذه المفردات والمفاهيم راح نأخذ مثال لقلب حديدي للعضو الثابت الستيتور مكون من 12 مجرى 12 slots وعدد الأقطاب هو 2، وراح يكون اللف بطريقة الخطوة الكاملة الفول بيتش. راح نرقم هذه المجاري من رقم 1 إلى رقم 12. والآن بما أنه احنا عندنا 3 فاز وعلى الأقطاب 2، ولذلك لو قسمنا 12 على 3 راح يطلع أنه كل فاز من الفازات راح يكون له في 4 مجاري 4 slots. وبما أنه اللف راح يكون عن طريق الخطوة الكاملة الفول بيتش راح يكون الملف يدخل في نقطة معينة في سلوت معينة في مجرى معين ويخرج من الطرف المقابل خطوة قطبية كاملة. ابتداء راح تكون نقطة البداية المجرى رقم 1 السلوت رقم 1، ندخل في السلك من رقم 1 نخرج من الطرف الآخر لهذه الاسطوانة الحديدية الستيتور وبنرجع من رقم 7. بعد ما نخرج من رقم 7 ندخل مرة ثانية بالجهة المقابلة في رقم 2 على امتداد المجرى لآخر الاسطوانة للقلب الحديدي، ومن الخلف بنرجع مرة ثانية حتى نرجع لرقم 8، وهذه بتكون لفة واحدة للفاز الأول. وإذا استمريت بتكون في لفة ولفتين إلى آخره، ونفس الشيء ممكن يطبق على الفاز الثاني والفاز الثالث. هذا الشكل اللي أمامنا بيّن كيف طريقة التوصيل لهذه الاسطوانة المجوفة في الستيتور. وممكن أنا أفردها، أفرد هذه الاسطوانة وأشوف السلوتس المجاري من رقم 1 إلى رقم 12 بنفس الطريقة. نفس الطريقة براعي أنه على سبيل المثال في البداية بدخل من رقم 1 وبرجع من الخلف رقم 7، برجع مرة ثانية من 7 إلى 2 ومن 2 إلى 8، وملاحظ أن الخطوط المتصلة هي بتمثل الخط اللي رايح والمنقطة الخط اللي راجع. هذا الكلام ممكن أطبقه على الفاز الثاني والفاز الثالث. هذه هي إحدى الطرق البسيطة اللي بيتم فيها لف ملفات العضو الثابت ستيتور للمولد الكهربائي.